الصياد وبناء على التحريات يا فندم يعتبر تقريبا هو من اخطر المجرمين اللي تعاملوا مع الامن المصري. بس انا لقيت حاجه غيرت الموضوع تماما. خير؟ وبالرغم من انها اتجوزتك وانت راجل غني ما سابتش الشغل عشان هي مش حاسه بامان. دلوقتي الرحمه حلوه، لكن لما موكلي اتعرض للتعذيب وكل حقوقه راحت عليه عشان يغير اقواله ما كانتش الرحمه حلوه ساعتها. شريف عباس راشد ده نصاب ومزور ومتهم في اكتر من جريمه قتل. انا اسمي سامح عبد العظيم، انا انسان واضح جدا وبعشق الصراحه. انا عارف انك شفت الصياد وهو بيموت وحضرت جنازته. انت دفعت ثمن غالي قوي عشان توصل للصياد. رجاء العاصي ده الاسم الحركي بتاع ناجي الخليل. انا ناجي الخليل يالا، وده معناه اني لما اطلب حاجه من حد ما ببقاش مستني بس انه يعملها. ناجي الخليل انا عارفه، اشتغلت في قضيه هو كان متهم فيها بس ما تقابلناش قبل كده وهو ما يعرفنيش. احب اعرفكم بالمقدم ماجد العزازي، هو اللي هيقود فريق البحث والتحريات في الجرائم اللي حصلت وراح ضحيتها مجموعه من الضباط. انا الحقيقه مش شايف قدامي غير شويه تلامذه، واحتمال تلاقي واحد عايز يطرمخ على الموضوع وعمال ياخدنا في سكك تانيه وبياخدنا بالصوت. المقدم ماجد العزازي كان موجود معاهم هناك في الدوره التدريبيه. الموضوع ده بالذات له علاقه بضباط، ومنهم ناس اظن ان انت عارفاهم كويس زي الرائد سيف عبد الرحمن مثلا. وبصراحة يعني أنا عارفة إن أنتي ممكن تحميني. تقلقش، أي حاجة هتحصل هنا هتعرفها أول بأول. أمال أنا هنا ليه؟ حضرتك كنت منوره امبارح في التلفزيون يا فندم. متشكره، قلت لي ان انتوا اتكلمتوا ووصلتوا القرار. بالظبط، احنا عندنا استعداد ندفع 100,000 جنيه للاستاذ محسن. نعم 100,000 جنيه مقابل انه يتنازل عن القضيه تماما. هو حضرتك جايبني لحد مكتبك عشان تقول لي الكلام ده؟ انا عارف ان انت ما بتمسكيش القضايا اللي من النوع ده عشان الاتعاب والكلام ده. انا كده كده ما باخدش حاجه، بس لما حضرتك تتعب نفسك وتكلمني عشان تقول لي 100,000 جنيه يبقى انت قصدك تهني. العفو يا استاذه، انا بس كنت عايز الفت نظرك لحاجه مهمه. احب اعرفها. مفيش حد فينا ما بيغلطش، مفيش حد فينا ملوش ماضي او نقطه ضعف. هو حضرتك بتهددني ولا بتلمح ليه بالظبط؟ حضرتي لو بهددك كنت استغليت موضوع اخوك المسجون بسبب قضايا الشيكات اللي نصب بيها على ناس كتير عشان اضغط عليكي. طيب كده مفيش حاجه قدام اقولها لك غير نتقابل في المحكمه. صباح الخير يا مدام فريال. صباح الخير يا رحمه، يا ريت وانتي داخله تعدي على دفاتر الجرد بتاعت استاذ عبد الجليل. ليه خير؟ هو لا حاجه ناقصه من عندي؟ لا خالص، هو بس عايز يسالك على مجموعه كتب هي موجوده عندنا ولا لا. طيب ماشي. صباح الخير. صباح النور. كنت عايز اسالك عن حاجه لو سمحتي. اتفضل.
أنا بعمل ماجستير في الأدب المسرحي وبدور على مجموعة الأعمال الكاملة ليوربيدس. أنا لقيت شوية مسرحيات بس كل حاجة لوحدها، ولو حضرتك عرفت تساعديني إن ألاقي المجموعة كلها هينوبك فيها ثواب، لأني بصراحة دايخ عليها. معلش أصل بصراحة الموضوع ده مش تخصصي، بس لو حضرتك محتاج أي حاجة في الحقوق أو في البيزنس أو في اللغات القديمة أنا ممكن أساعدك. ده أنت هتخلينا غير موضوع الماجستير بقى. رحمة صح؟ أيوة إحنا اتقابلنا قبل كده؟ أنا شفتك الأسبوع اللي فات عند الدكتور عثمان. ما هو أصل الدكتور عثمان بياخد كتب كتير من عندنا عشان بيبني مكتبة للإسم. ما هو لازم يعمل كده طبعا، لأنهم بيطلبوا مننا أبحاث ملهاش آخر، وكل كلمة بنكتبها في البحث لازم تكون موثقة، ولازم نكتب الأصل بتاعها كمان. قسم عندنا يا دوبك 5-6 طلبة، فمركزين معانا بقى. الأستاذ محتاج حاجة معينة؟ أيوة مدام فريال، الأستاذ بيدور على المجموعة الكاملة ليوربيدس، ياريت لو حضرتك تساعديه. أهلا وسهلا، حضرتك موجودة كلها عندنا، اتفضل يا فندم. والله؟ اتفضل معايا. أي على فكرة مدام رحمة ست متجوزة وجوزها بيشتغل ضابط، يعني المفروض ان انا خاف يعني ولا ايه؟ لا بس على الاقل تتكسف على دمك. أصل closed the knife go to his feet and rooted out his ring. The lunch rushed into the darkness and the light flashed again the alien. إنيان مالك طارق؟ ملف الشريف عباس. ماله؟ تعرف إن آخر واحدة اتشافت معاه قبل ما لقوه ميت هي علياء عبد الرحمن؟ مين علياء عبد الرحمن دي؟ مطربة؟ أخت سيف. أخت سيف؟ النيابة استدعتها وحققوا معاها وقالت لهم إن هي راحت زارت أخوها ومعاها شريف عباس قبلها بيوم، وإنه استخدم اسم تاني. ما قالناش ليه بقى؟ لأننا ما سألناهوش. ايه اللي يخليه يتطوع بانه يقول لنا حاجه زي كده وهو اصلا مش عايز يساعدنا؟ ومش عايز يساعدنا ليه بقى ان شاء الله؟ اساله انت بقى. بص انا متاكد ان في حاجه غلط هو عارفها كويس قوي، واحتمال يكون متورط فيها ومش عايزنا نعرفها. انا هساله عن موضوع اخته ده، ولو انكر وانا متاكد انه هينكر يبقى انا اللي بقول لك ده صح 100%، وهتشوف. أستاذ أبو شيرة. على فكرة أنت أحرجتها كده، أصلها كانت عايزة تعدي من جنبي من غير ما أخد بالي منها. لا أبدا يا فندم، أنا قلت أنت أكيد مش حابب تسلم علي. مش هحب أسلم عليك ليه لا سمح الله؟ عشان أنا ما تنزلتش ولا عمري هتنزل عن قضية سيد المحلاوي. وأنا عمري ما طلبت منك ولا هطلب منك أنك تتنزلي عن أي حاجة. لا كده بقى أنا اللي أسفة أني ما سلمتش عليك، بس أوعدك المرة الجاية لما أقابلك مش هستخبى منك تاني. ماشي، عن إذنك. تفضل. خلاص يا عم إبراهيم، استنيني انت في العربية. أستاذة مشيرة، أنا سببت لك مشكلة؟ لا أبدا. أنا كمال. عارفاك. بجد؟ طب يا ريت لو احتاجت أي حاجة تقولي لي، أنا تحت أمرك. متشكرة جدا، عن إذنك. قلت لي متشكرة جدا. والله ألف مبروك. تعال طارق. صباح الخير سيد باشا. لا ازيك يا طارق؟ سيد باشا أنا عايز أعرفك على النقيب وائل. ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا. وائل وطارق كانوا هيعدوا عليك النهارده عشان يتكلموا معاك في الموضوع بتاعنا، بس أنت بقى سبقتهم وجيت. اسمعوا أولاد، أنا عايز أقول لكم على خبر سعيد، وأعتقد إن ده أول خبر سعيد تسمعوه من ساعة ما مسكت القضية المنيلة دي. سيف باشا وافق أخيراً إنه يتعاون معانا. والله يا باشا أنا خايف تعاوني معاكم ده ما يفيدش بحاجة، أنا بس عايز أخلص الموضوع ده وأريحكم. إحنا محتاجين تعاونك معانا لأقصى درجة، هي القضية كانت خدت بعد خلاني أتصور إن إحنا ممكن ما نتعبكش معانا، بس واضح بقى إن إحنا مضطرين. بعد إذن سعادتك يا باشا،
انا كنت عايز اسال سياده الرائد سيف بس عن حاجه لها علاقه بتحريات المباحث. مباحث؟ ده سيف لسه حكي لي موضوع غريب جدا. تعرف ان المباحث استدعت الدكتوره علياء اخت سيف لان شريف عباس انتحل شخصيه رجل اعمال وتقدم لها. كانوا عايزين يعرفوا معلومات عنه لانها اخر واحده اتشافت معاه. لكن عندي في البيت قبل ما يلاقوه مقتول على طول. قعدنا وكلمنا ودردشنا في تفاصيل الجواز كمان. وانت ما عرفتوش ازاي ساعدتك؟ لا مؤاخذه يا وائل باشا، العتب على النظر. انا اسف جدا. ها طارق، ايه الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه في موضوع المباحث؟ لا ده اصل انا كنت قلت لطارق ان هو يعني يكلمني الرائد سيف يعني لو يعرف حد في المباحث ولا حاجه، عشان انا ابن خالتي كان شغال في المباحث وعايز يتنقل من الضرب الاحمر للزاويه الحمراء او اي لون يعني مش مهم الاحمر. احنا هنهرج؟ لا ما انا خلاص فاهم، الحمد لله اتصرفت، ولان انا جوز خالتي اللي هو ابو ابن خالتي اصلا اللي هو في المباحث وهو كمان اهلاوي ويعشق اللون الاحمر يعني. وائل، طب هو ساعتك وكان شريف عباس عايز ساعتك في يعني؟ ده سؤال برضه يا سياده النقيب. شريف عباس زي ما انا سمعت لما جيت هنا بيشتغل مع ناجي الخليلي، وناجي الخليلي عايز يوصل لنفس اللي انتوا عايزين توصلوا له، الصياد. هو كمان فاكر انه عايش مش ميت، وبيتهيأله انه هيلاقي عندي حاجه ممكن تفيده. هو مش انا صورتي اتنشرت في الجرايد والموضوع اتكتب؟ ايوه بس مفيش حاجه لها علاقه بالصياد لحد يعرفها. بس بيتهيألي واحد في ذكاء ناجي الخليلي ممكن يخمن باقي التفاصيل. في رايك يعني ناجي الخليلي عايز يوصل للصياد ليه؟ والله بقى السؤال ده ممكن يجاوبك عليه اتنين بس، واحد منهم ميت والتاني بره البلد حسب ما حمدي باشا قال لي. سيف، احنا عايزين نوصل للصياد قبل ما ناجي الخليلي يعرف حاجه عنه. الكل بيجري ورا سراب. هو ده بالظبط اللي ممكن يتقال عن اي حاجه في الدنيا وعن الدنيا نفسها كمان. لا طبعا، الدنيا مش سراب، الدنيا حقيقه. السراب اللي الناس بتقصده هو نعيم الدنيا، النجاح، الشهره، الفلوس، ودايما بيقولوا كده لانهم مش عارفين يوصلوا للي هم عايزينه، فبيحاولوا يحسسوا نفسهم انه ملوش وجود او بيقللوا من قيمته. وانت وصلت للي انت عايزه؟ لا. ايه هو اللي انت عايزه؟ مش مهم، لانه مستحيل يتحقق. لانه سراب؟ لانه انتهى وانا لسه عايش. مش مستريحة، مش حابة إحساس إن في حد بيراقبني، حاسة بوجودك طول الوقت، مش عارفة أخد راحتي. يا دكتورة، سيف باشا في الجهاز عندنا ومش هيحتاجني هناك، وهو اللي طلب مني. عارفة إن سيف باشا هو اللي طلب منك تراقبني. أحرسك يا دكتورة، أراقبك ليه بس لا سمح الله؟ يا سيدي أنا مش عيلة صغيرة. أنا شفت عربية ماشية ورا حضرتك. لو اللي أنت بتقوله ده بجد يبقى العربية دي زمانها عرفت أنا مين وعرفت أنا ساكنة فين وعرفت كل حاجة عني، وعرفت كمان إن أنت واقف قدام البيت تحرسني. لو عايزة تضرني يبقى لازم تخلص عليك أنت الأول، يعني أنت اللي في خطر مش أنا. ده شغلي يا دكتورة وأنا عارف أنا بعمل إيه. ما تقلقيش عليا، انا متعين عشان احرس ضابط شرطه وعارف المخاطر اللي ممكن اتعرض لها. لا ما انتش عارف، عشان انت لو فضلت ماشي ورايا انا هصوت وهلم عليك الناس ويقولوا ان انت بتتحرش بيا، وريني ساعتها بقى تتعامل مع المخاطر اللي هتنجم على الموقف ده ازاي. خد بالك الرجاله هنا رجاله بجد مش بقر، يعني مش هيشوفوا واحده بتستنجد بيهم ولا تقول ان حد بيتحرش بيها ويسيبوه، دول هيقطعوه. ده جزائي يا دكتوره. براحتك يا دكتوره، براحتك. انا كنت بعمل خدمه للرائد سيف، لكن انا اصلا شغلي مش مع حضرتك. اتفضلي.
المقدم ماجد العزازي هو اللي بيقود فريق البحث والتحريات في القضية. الرائد سيف. سيف عبد الرحمن طبعا غني عن التعريف، مع اننا عمرنا ما تقابلنا، بس من كتر ما سمعت عنه حاسس ان احنا زملاء واصحاب من زمان. شكرا نجاح سعادتك. ها بتعرف ترسم ولا هتكسفنا مع سيادة الرائد؟ يا باشا بقالي 11 سنة شغال مع سيادتك. بس خلي بالك المرة دي هترسم أخطر مجرم شافته مصر، يعني دي أهم رسمة في حياتك، عايزك تركز في التفاصيل اللي هيقولها لك الرائد سيف، مش عايز غلطة. حاضر سعادتك. أنا هستأذنكم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. تفضلي. شكرا. خشوا جوه على اوضتكم. تسلم ايدك، تعبتك معايا. لا ابدا مفيش تعب ولا حاجه. اسفه طبعا ان انا ازعجتك، بس فعلا الموضوع مهم، بيمسك وبيمس ولادك، وقلت لازم تاخدي فكره عنه بسرعه. مفيش ازعاج ولا حاجه، انا طبعا متشكره انك جيتي. بصي عشان ما اطولش على حضرتك، انا في صحفيه جت وقالت لي ان اللي حصل للمقدم نور الدين جوز حضرتك الله يرحمه حصل لظباط تاني كتير، بمعنى اصح ان في حد قتلهم بنفس الطريقه اللي اتقتل بيها المرحوم نور الدين، وان التحقيقات شغاله لحد دلوقتي، بس للاسف مفيش اي حاجه تمت. ليه كل ده؟ البقاء لله يا فندم، تقدر ومكتوب. على فكرة أنا ما بشتغلش غير في القضايا اللي ليها علاقة بحقوق الإنسان، بس المرة دي بالذات أنا قررت إن أنا أعمل استثناء. قضية؟ وهي فين القضية دي؟ وحضرتك مستنية إن إحنا نرفع قضية؟ إحنا مش عايزين تعويضات ولا شوشرة ولا لينا في الكلام ده أصلا. على العموم التحقيقات شغالة وبكرة الحياة تبان. وبعدين هنرفع قضية على مين؟ يا مدام حضرتك فهمتيني غلط. الصحفية كده كده هتنشر الموضوع، وجهة التحقيق ساعتها ممكن تنك، وكمان ممكن يضغطوا عليك ان انت تغيري كلامك. الحل الوحيد ساعتها عشان اقدر احميكي واحمي الصحفية والحقيقة تبان زي ما حضرتك عايزة، ان كل عائلات الضباط اللي حصل لهم كده يبقوا جبهة واحدة. هو مش حضرتك عايزة اللي عمل كده يتمسك وياخد جزاؤه؟ اكيد. خلاص يبقى انا بنصحك ان تعملي لي توكيل عشان اقدر ارفع قضية على جهة التحقيق، ولو اتعرضتي لاي ضغط في اي وقت تكلميني وبسرعة. ايوه بس ليه؟ هو مش حضرتك هدفك ان الحقيقه تبان؟ اكيد. طيب لو الجاني ده بقى حد واصل، او القضيه دي قضيه سياسيه، او لاي سبب جهه التحقيق مش عايزه الحقيقه تبان، ساعتها هيبقى سهل قوي ان هم يضغطوا عليكي علشان تسكتي. انما بقى لو احنا سبقنا ونشرنا ورفعنا قضيه نطالب فيها بتعويضات، ساعتها يبقى التفاوض على ايه؟ على حاجه واحده بس من كل الحاجات دي. يبقى انا كده بدل ما انا كنت قاعده مستنيه ان انا اكسب حاجه واحده بس، كسبت حاجتين او ثلاثه، او على الاقل ضمنت ان هدفي الاساسي اللي انا عايزاه اتحقق. مش عارف. بصي انا القضيه دي مش هاخد فيها ولا مليم، والصحفيه طلبت منها انها ما تنشرش اسمي مهما حصل، يعني لا عايزه لا شهره ولا فلوس. انا بقالي سنين كتير قوي برفع قضايا ضد الضباط اللي بيعذبوا وبيموتوا، النهارده بقى انا عايزه اقف مع عائلات الضباط اللي ماتوا، يعني عايزه اساعدهم. وانتي كمان لازم تساعدين. بصي عشان ما نضيعش وقت، عايزاكي تحكي لي كل اللي حصل في اليوم ده، اي حاجه فاكراها عن اليوم ده تحكيها لي. المقدم نور الدين كان بيخدم فين؟ كان ليه عداوه مع حد؟ كان في اي مشاكل بينه وبين حد؟ يعني اي حاجه فاكراها احكيها لي، ولو في حاجه انت شايفاها في وجهه نظرك انها تافهه ممكن تفيدني فوق ما انت متخيله. ها خلاص انا شايفها. ايه
ماشي. مكتوبة لك تعيش يا حلو. محتاجين تفهموا الصلاحيات اللي معايا كويس يا سيادة العقيل عشان محدش بعد كده يتعدى حدود صلاحياته. الرائد سيف معانا من الاول واحنا معتمدين على شهادته عشان تساعدنا نفهم اللي بيحصل. انا اللي حدد. انا اللي اقول اذا كان شهادته هتفيدنا ولا لا. انا بس اللي اقيم اي حاجه ليها دعوه بالقضيه دي، والا اكلم اللواء سامي واخليه يتخذ اجراءات مش هتعجب حد هنا. موضوع الصياد ده حرس سد مش هيوصلنا لاي حاجه. انا هاجي شهاده الرائد سيف لغايه ما نستكمل تحرياتنا. بص بقى انا اقول لك على حاجه، انا هجيبها لك على بلاطه. انا عندي اسباب تخليني اشك انك بتحاول تعيق التحقيقات عشان تحمي نفسك. ايه الكلام ده يا باشا؟ وهطلب التحقيق معاك يا باشا وهنلاقي بلاوي. طارق ده اتهام خطير. سيوه سيادة العقيد سيوه، انا بس عامل اعتبار لوالدي، والظاهر كده طارق باشا عايز يقيس غلاوه الوالد عندي. كمل يا باشا انا سامعك. احنا هنا يا باشا ما بنشتغلش بفرد العضلات، مين يعرف يعمل ايه ومين ما يعرفش. وسلطات بقى من سلطات، اقسم بالله العظيم لو سيف ما اتكلمش النهارده لاكون في خلال ساعه عند اللواء سامي وبوريني الاجراءات بقى هتعجب مين ومش هتعجب مين يا باشا. ماشي انا هعمل لك اللي انت عايزه عشان خاطر بابا بس. شكلك كده مش هتبرد الا لما تسمع شهاده الرائد سيف. لكن اتهامك ليا ده كلام كبير وهدفعك ثمنه. اذا كنت هتكلم فانا مضطر اني احكي كل حاجه بالتفصيل. انا اتعلمت من شغلي ان التحقيق الحقيقي بيبتدي لما المجرم أو المشتبه فيه أو حتى الشاهد يحكي كل التفاصيل اللي عنده، وده عادة ما بيجيش بسهولة. ده بيجي بعد أعداد ومحاولات وضغوط، وده تقريبا نفس اللي انتوا عملتوه معايا. ما تقولش كده يا سيف، انت على عيننا وراسنا من فوق. ولا يهمك يا باشا، أنا ما قصدتش حاجة وحشة والله. أنا بس الموضوع اللي هتكلم فيه ده بيفكرني بذكريات ما بحبهاش. ذكريات ما كنتش أحب أبدا إن أنا أتكلم فيها تاني. بس انتوا تستاهلوا الحقيقة. ده واسمعوا اللي عندي بقى لأن اللي عندي هيطول. وبيتهيألي إن احنا هنحتاج أكتر من قعدة. أنا كل اللي طالبه منكوا إنكوا تركزوا كويس قوي في التفاصيل. الشيطان بيسكن في التفاصيل. شيطان واحد. 7 سنين عدت من ساعة ما كل حاجة ابتدت. 7 سنين يتغير فيهم كل حاجة. أنا كنت نقيب لسه متعين جديد في المباحث، وكنت عايز أي قضية كبيرة أشتغل فيها عشان أثبت نفسي. وقبل حتى ما أفكر كل حاجة اتحققت. كانت أول مرة نشوف حاجة زي كده. الجثة كانت مطبوحة بحرفنة. شغل واحد عارف هو بيعمل إيه بالظبط. خد وقته وخطط ونفذ من غير ما يسيب أي دليل وراه. من اول ما بصيت على الجثه وانا اتاكدت اننا مش هنوصل لحاجه. في اي حد من الطب الشرعي هنا؟ ايوه يا فندم معاك. انت شايف ايه؟ انا شايف انه ميت. نعم. لسه عايزين نحلل دم ونشرح قبل ما اجاوبك على اي سؤال زي ده. هي حكايه بسيطه؟ كانوا يعرفوا بعض. نعم. القاتل والقتيل كانوا يعرفوا بعض، كان في بينهم ميعاد هنا. قتيل طلع الدور الاخير في الجراج رغم ان الجراج كله فاضي، كان ممكن يركب في اي حته تحت اسهل. لو دورت في اي حته مش هتلاقي التليفون بتاعه. اه فعلا ما فيش تليفون للسجن. اكيد عشان اخر رقم موجود على تليفونه هو تليفون القاتل. كتير ركن عربيته هنا بهدوء، واضح انه ما حاولش يهرب لان مفيش اي علامات للكاوتش. كان قاعد مستني الميعاد بتاعه
ونزل بقى لاي سبب جاي سمع صوت نزل يشوف في ايه. المهم ان هنا في حد ضربه على دماغه، ضربه ما فقدتوش الوعي بس جاي دخ شويه لان الدم مش ماشي في خط مستقيم. هنا الراجل قابله تاني بحاول يقتله، القتيل حاول يدافع عن نفسه في التعور جري، وعشان واحنا بنجري ضربات القلب بتزيد والقلب بيضخ الدم في الشرايين هتلاقي النزيف هنا زاد. الراجل جري المسافه دي كلها لحد ما القاتل لحقه وبسحبه سكينه واحده خلصها. من زاويه الجرح وعمقه واضح جدا ان القاتل بيستخدم ايده الشمال. والبصمات مستحيل تلاقي حاجه، ده قاتل محترف ما بيهزرش. انا اديتهم انطباع قوي جدا عني، وبعد يومين لما الطب الشرعي اكد كل كلمه انا قلتها بقت نجمه في الاداره. نتيجه التحقيقات ما عجبتنيش، التهمه توجهت لواحد مسجل خطر، قبضوا عليه وقتلوا بلطجيه من عصابته بس هما كانوا غلطانين. مش أنا لوحدي اللي كنت شايف كده. سيف اللي قبضوا عليه ده مش هو اللي ارتكب الجريمة. نعمل يا باشا. شكرا يا مالي. شكرا لسعادتك يا باشا. ده شغل واحد محترف. التحقيقات بتقول إن اللي اتقتل ده مرجان عبد العزيز، تاجر سلاح. كان بيبيع للبلطجية دول أسلحة. اختلفوا فقتلوه. في رأيي ده كلام فارغ. أنا عامل تحريات عن مجرم كده وبقالي 3 سنين بحاول أوصله. دي مش أول جريمة قتل يرتكبها. في جريمتين تانيين اتعملوا بنفس الطريقة. أنا عندي ملف فيه كل المعلومات اللي وصلت لها وسايبه في مكتبي الخاص. أنت عارف أنا ناوي أستقيل بعد ما أحل القضية دي وأشتغل محامي. بس للأسف ده ما حصلش لما العميد ماهر بلغ القيادات بالكلام اللي قالوا لي. تاني يوم لقوه ميت في بيته والكشف الطبي قال إنها أزمة قلبية. في رأيي ده كلام فارغ. اللي حصل للعميد ماهر خلاني اتعلم اني امسك لساني وما اتكلمش ابدا الا لما يكون تحت ايدي دليل نهائي وقاطع. في حد في الاداره ممكن يكون فاسد وبيسرب المعلومات للمجرم اللي بندور عليه. انا عايز اعرف الحقيقه، عايز اعرف العميد ماهر اتقتل ولا لا، ومين القاتل اللي كان بيدور عليه. عايز اعرف كل حاجه من غير ما حد يشوفني ولا يعرف انا بعمل ايه، على الاقل مش دلوقتي. اول واحد زمان قبضت عليه كان هجام. اللي اتعلمته من الراجل ده وانا بحقق معاه اكتر من اللي اتعلمته في الكليه. حسن الحظ محدش فكر يجي هنا. الحمد لله العميد ماهر ما قالش لحد عن الملف. الله يرحمه. الصياد. العميد ماهر هو اللي سماه الاسم ده، وده عشان الشعار اللي بيسيبه على الضحايا بتوعه. المجهود اللي بذله في التحريات مجهود كبير. في جريمتين قتل زي ما قال لي هو شايف ان نفس المجرم ارتكبهم بنفس السلاح ونفس الطريقه. تعبت قوي عشان الاقي نقطه البدايه بس لقيتها. الدكتور النجيري طبيب نفسي.
تاني يوم طلبت من زملاء في الإدارة إنهم يعملوا لي تحريات عن الدكتور مرتضى ويجيبوا لي كل تليفوناته، ومن عيادته ابتديت فعلا أقرب من الصياد. معلش، شريف اتقتل لأنه قرب زيادة عن اللزوم، ما التزمش بالتعليمات. أنا متأكد إن دي غلطة مش هتتكرر تاني. الصياد عارفه وعارف إنه شغال معايا. عاوز يبعت لي رسالة. ما كانش لازم يبان. ما كانش لازم يقرب بنفسه قوي كده. غلط. إحنا ما عندناش المشكلة دي. إحنا نقدر نبان في أي وقت ونعمل أي حاجة. واللي حصل لحد دلوقتي عاجبني. عايزين بس نسرع الريتم شوية. سيف ممكن يكون ما بيقدرش الجمال لأنه أعمى. أخته هي الحلقة الضعيفة اللي ممكن نشتغل عليها. لو وثقت في حد هتقول له كل حاجة. سيف دلوقتي في الجهاز بيحكي لهم على اللي هو عايز يحكيه وبس. أنا بقى عايز أعرف الباقي سعادة الملك. حاضر. ايوه قربي له اكتر وخلي بالك من نفسك. انا ما احبش ان حاجه وحشه تحصل لك. عايزك كمان تعرف ان انا بعزك لكن لو خيروك بين اللي ممكن يعمله ناجي الخليلي والموت اختار الموت.